خليني بس قبل ما ادخل في تفاصيل المباراه وقبل ما اتكلم مع حضراتكم عن ماتش النهارده، عندنا اخبار كتير وهنروح معاكم مقر اقامه فرقه النادي الاهلي وهنروح كمان من ملعب المباراه، لكن خليني بس اهني مصر طبعا النهارده في انجاز جديد في اولمبياد طوكيو، كيشو اللي حقق طبعا في رياضه المصارعه ثالث ميداليات مصر في اولمبياد طوكيو، حقق النهارده ميداليه برونزيه. طبعا بطل في بدايه المشوار، نبارك له على انجاز طبعا في منتهى الاهميه، وهي كده المصارعه دايما على مدار تاريخنا الحقيقه يعني واحده من اللعبات اللي المصريين دايما متفوقين فيها واصحاب انجازات اولمبيه زي ما احنا شايفين طبعا ماتش النهارده. وان كان حقيقه كل الاراء، انا يعني مش متابع المصارعه قوي لكن متابع كل اراء الناس اللي بتتكلم فيها، وكلهم بيقولوا ان الولد ده عنده مستقبل كبير وكان مؤهل كمان ان هو يحقق الميداليه الذهب في الاولمبياد دي، بس تتعوض خيرها في غيرها وان شاء الله مستنيينك في باريس. الف الف مبروك. عبر الحقيقه عن فرحته فرحه طاغيه. وخدوا بال حضراتكم، محمد سيد ابراهيم لعب المباراه دي او كيشو يعني لعب الماتش ده وهو مصاب، فبالتالي الحقيقه انجاز يحسب ليه وسجل اسمه في خانه ابطال مصر في الاولمبياد. كنت بقول لكم على المصارعه، رصيد مصر من الميداليات في كل مشاركاتها الاولمبيه وصل بالميداليه بتاعت النهارده ل 35 ميداليه، منهم 8 ميداليات بس في المصارعه، يعني نقدر نقول كده ربع ميداليات مصر في مسيرتها الاولمبيه على مدار كل الالعاب الاولمبيه اللي شاركتنا فيها، ربع الميداليات حققتها رياضه المصارعه في المرتبه الاولى طبعا بدون منازع رياضه رفع الاثقال، بنتكلم على 14 ميداليه، يعني الاثقال والمصارعه جايبين تقريبا حوالي 65% تقريبا، نقول 70% من اجمالي ميداليات مصر. وده يخلينا الحقيقه مش عايز اضايقكم واحنا بنحتفل بميداليه برونزيه جديده، لكن لما ببص على ترتيب مصر في جدول الترتيب العام الحقيقه شيء ما يعني بحس انه ما يناسبناش، بحس انه مصر تستحق الحقيقه مكان افضل من كده، بحس انه ابطالنا لو اتوفرت لهم الامكانيات ولو اتوفرت لهم البرامج، ودي دعوه الحقيقه لكل الاتحادات، يعني مفيش اتحاد مش عايز ينجح ومفيش اتحاد مش عايز ولاده يحققوا ميداليات اولمبيه، عارف ان المنافسه قويه جدا وعارف انه تكلفه رعايه بطل اولمبي تكلفه كبيره جدا، لكن النهارده الرياضه بقت استثمار يعني كبير وسهل جدا انك انت تلاقي رعاه يدعمه، وسهل جدا انك انت تجيب اجهزه فنيه على اعلى مستوى ما دام عندك بوتنشال، ما دام عندك مشروع حقيقي لمشروع ناجح يعني مش مجرد تجربه لبطل اولمبي، عارف انه في جزء كبير جدا من بعثه مصر الموجوده في طوكيو موجوده عشان تتاهل وتستعد وتكتسب خبرات ممكن تكون ليها نصيب في تحقيق انجازات في باريس او في لوس انجلوس مثلا، لكن في النهايه اللي عايز اقوله انه لما تكون مصر بكل امكانياتها وهي دوله رقم واحد على المستوى القاري في افريقيا من الناحيه الرياضيه من ناحيه البطولات ومن ناحيه الارقام رصدها 3 ميداليات برونزيه، ما اعتقدش ان ده شيء يليق بينا، ما اعتقدش ان في دول تاريخها او امكانياتها او مواردها البشريه تسمح لها بانها تكون في منافسه مع مصر وتكون متقدمه علينا في جدول الترتيب بكتير، شيء محزن، انا اسف انا بقول كده في يوم زي ده، شيء محزن. صحيح بكره عندنا خماسي، عندنا اعتقد بكره منافسات الكاراتيه كمان، عندنا بكره منتخب مصر الاولمبي في كره اليد اللي ان شاء الله باذن الله يجيب لنا ذهب او يعني فضه، نتمنى ان شاء الله تكون ذهب، نفسنا علم مصر يرفرف في ميداليه ذهب ونسمع كده النشيد الوطني، سمع العالم نشيد مصر الوطني، وشايف ان اولادنا يقدروا، يعني ما انا عندي نماذج مثلا في رياضه زي الاسكواش ابطال عالم، يعني سكواش يعني مصر نمره واحد كده وانت 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 مغمض عينيك، عندنا الهاندبول مثلا على مدار سنين طويله جدا دايما فريق قوي، دايما فريق مرشح، دايما فريق صاحب انجازات على مستويات عمريه مختلفه، فبالتاكيد المشكله مش في البشر لكن المشكله في الفكر اللي بيقود البشر دول، ازاي تقدر تستغل القدرات دي وتنمي المهارات دي وتعمل يعني معسكرات اعداد، تعمل برامج تدريب، تجيب اجهزه فنيه، تطور بجد من مستوى الناس، ونشوف مصر بتخش الاولمبياد ما بقولكش نافس في الصداره جنب الصين وامريكا واليابان، بس بقولك خليك في العشرين الاوائل، خلي الميداليات الذهب دي تبقى في ميداليه ولا اتنين، ما نستناش كل 10 سنين عشان يطلع لنا فلته بمجهوده الذاتي او بامكانيات فنيه عبقريه يجيب
لنا ميداليه ذهب بالصدفه ونقعد عليها 10 سنين كمان. يعني اذا كانت الناس عايزه مصر تستحق، خلاصه الكلام عشان ما اطولش كتير، مصر تستحق افضل من كده بكتير بكتير بكتير. مبروك لكيشو وهارد لك لاي حد ما وفقش في الدوره دي. نتمنى ان شاء الله ولادنا بكره يفرحونا، واملنا ان رصيدنا من الميداليات يزيد شويه عن الثلاثه برونز.